صباح الخير، انا زهراء، اهلا بكم في قناتي. النهارده هنفتح مع بعض بوكس هدايا جالي النهارده بمناسبه الفالنتاين، نعتبر هديه فالنتاين مبكره يعني، وطبعا ليه علاقه بالكرافتس كالعاده. انا اي هديه بتجيلي دايما بحب انها تبقى ليها علاقه بالكرافت. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، وتعالوا مع بعض نفتح الهديه دي ونقول مين اللي بعتها وايه محتويات البوكس ده مع بعض. هنبتدي نفتح البوكس. البوكس ده جالي من مكتبة خاصة بأدوات الكرافت، متميزة جدا. كل أدوات الكرافت بتاعتها متخصصة، في هناك ناس بتساعد اللي عايز يشتري هو محتاج ايه بالظبط، أدوات لطيفة جدا عندهم. فالحقيقة ان هم بعتولي البوكس ده في مجموعة من الهدايا الخاصة بالكرافت. تعالوا مع بعض نفتح ونشوف هم بعتوا ايه. اوكي، بعتولي قطاعة من قطاعات سيزكس، قطاعة بيكس، وهي القطاعات اللي بتبقى سميكة. القطاعات دي انا بحبها جدا جدا، عندي منها مجموعة، ومتوفر في مكتبة كرييشنز مجموعة متنوعة من قطاعات سيزكس المختلفة. هي بتقص الشكل ده. ميزة قطاعة اللي هي القطاعة البيكس اللي هي السميكة ان هي بتقص حاجات سميكة شوية، بتقص الكرتون وبتقص النصبيان الرفيع. فدي اول حاجة جات لي قطاعة سيزكس الفريم، لطيفة جدا. ممكن برضو اللي يروح مكتبة كرييشنز يسأل على مجموعة، عندهم مجموعة متنوعة جدا من قطاعات سيزكس لطيفة جدا، وفي بعضها عليه تخفيضات الايام دي. دي اول حاجة. تاني حاجة بعتولي اقلام الباستيل دي، ودي هنعمل ان شاء الله مقارنة ما بينها وما بين الاقلام التلوين الخشبية، نشوف ايه الفرق ما بينهم. الاقلام دي الحلو فيها ان هي الالوان بتاعتها هي الوان البشرة، فهتبقى لطيفة قوي ان انا اجربها في ان انا الون. طبعا انا دايما بحب الون حاجات صور معمولها ستامبنج او حتى ديجيتال ستامبس، فهستخدم بعضها عشان اعمل فيديوهات ان شاء الله ان انا ازاي نلون البشرة ويطلع شكلها طبيعي ويبقى فيها شيدنج او تدريجات من الالوان. فدي الوان باستيل برضو، دي متوفرة عندهم في مكتبة كرييشنز، لطيف قوي. دي لطيفة قوي. دي اقلام ميتاليك، الوان ميتاليك لطيفة جدا جدا. هي مجموعة، تعالوا نشوف كده، بعتولي مجموعة من الالوان الميتاليك. الحلو قوي في المجموعة دي ان انا شايفة هنا في قلم ابيض اهو، وفي فضي فاتح، وفي فضي غامق او اسود، وفي كمان ذهبي. دي حاجات او اقلام لطيفة جدا. الاقلام دي حلو قوي ان هي ينفع يتكتب بيها على الورق الكرافت ويتلون بيها على الورق اي كارد ستوك غامق او اسود، هيطلع شكلها لطيف جدا جدا. برضو هعمل فيديو اوريكو شكلها ايه على الورق الاسود وعلى ورق الكرافت، هنبقى نلون بيها برضو ونعمل لها سواتش كده نشوف ايه هي الالوان. دي مجموعة الالوان اللي بعتوها لي، كلها متوفرة في مكتبة كرييشنز، لطيفة جدا. لأي كرافتر عايز يبدأ وعايز يدي للعمل الفني بتاعه لمسة متميزة لطيفة. بعتولي كمان ارت فويل. الارت فويل ده عبارة عن، مكتوب ان هي باكج فيها 3 شيت مقاسها A4، ظريفة جدا. انا كنت شايفة عندهم كمان ان هم عندهم الارت فويل ده اوريدي فيه شكل، يعني معمول له امبوسنج، او حتى ارت فويل يبقى هو زي المعدن الخفيف كده، لطيف جدا، اتقل من الورق الالومنيوم واخف من النحاس، فهو مناسب جدا ان احنا نعمل بيه امبليشمنت معدنية او نعمل له امبوسنج لو احنا عندنا امبوسنج فولدر. فانا جاي هجربه فيه مع الامبوسنج فولدر، هيبقى لطيف جدا برضو. دي حلوة قوي. بعتولي كمان سكتش بوك اسود،
ده حلو قوي. ده لما نيجي نعمل الفيديو بتاع ان احنا نجرب الالوان الميتاليك، الاقلام الميتاليك دي، هجربها لكم على الدفتر ده ونتفرج على الالوان بتاعتها ايه. ده مقاسه A4، فيه 30 ورقة، ووزن الورقة 75 جرام. على فكرة ده احد الافكار اللي خطرت في بالي اول ما شفته، ان هو ينفع تجيبوه من مكتبة كرييشنز وتعملوا تغيروا الغلاف بتاعه ان هو يبقى زي سكراب بوك، ويتلزق بقى جواه، يتكتب بالاقلام الميتاليك اللي عندهم، وتلزقوا الصور، تعملوا يعني تعملوا سكراب بوك على ورق اسود. فده هيبقى لطيف جدا، وتغيروا الغلاف بالطريقة اللي تعجبكم برضو. ده لطيف جدا. بعتولي كمان مجموعة من الفوم الجليتر، ودي باكج فيها مجموعة متنوعة من ألوان الفوم والجليتر. ده ظريف قوي اللون البينك ده، حبيته، هعمل بيه بعض الأعمال الخاصة بالفالنتاين. دي كده الهدية اللي اتبعتت لي من مكتبة كرييشنز، هي هدية ظريفة جدا جدا. وهي المكتبة دي مكتبة من المكاتب المتميزة جدا، وأنا بحبها، بتبيع أدوات كرافت، وتعتبر من المكتبات المتخصصة القليلة اللي موجودة في مصر. أتمنى الفيديو يعجبكم، وإن شاء الله المرة الجاية هنعمل فيديو نجرب فيها الأقلام الميتاليك دي، ونشوف مع بعض إيه درجاتها واستخداماتها المتنوعة. باي باي، مع السلامة.